وصل سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة مؤسس منظمة خالد بن حمد الرياضية لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك لحضور منافسات النسخة 21 من بطولة القتال الشجاع والتي سينظمها اتحاد القتال الشجاع يوم غدا الجمعة بصالة مدينة الملك عبد الله الرياضية. وفور وصول سموه لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، كان في استقبال سموه والوفد المرافق له عدد من كبار المسؤولين المعنيين بالشأن الرياضي في المملكة العربية السعودية والقنصل العام لمملكة البحرين بجدة وسعادة السيد إبراهيم المسلماني وعدد من أعضاء القنصلية. بهذه المناسبة أدلى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالتصريح الذي قال فيه: يسعدنا أن نكون في بلدنا الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة بلاد الحرمين الشريفين وبلد الحضارة والريادة والرقي لحضور ومتابعة منافسات بطولة بريف في نسختها 21 وذلك بين إخواننا وأشقائنا في هذا البلد العزيز. أضاف سموه أن ما يميز مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة هو عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط قيادة البلدين والشعبين الشقيقين، فالعلاقة البحرينية السعودية علاقة ذات خصوصية تاريخية وأسرية امتدت منذ قديم الزمان وحتى وقتنا الحاضر لتعزز المساعي الحثيثة والمستمرة للبلدين في زيادة التلاحم والترابط والتأكيد على وحدة الصف والمصير المشترك. تابع سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة قائلا: إن العلاقة الأخوية الكبيرة بين سيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه قد دفعت البلدين نحو آفاق أرحب من التعاون الوثيق لمزيد من النهضة والازدهار في جميع المجالات. قال سموه إن توجيهنا باختيار مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة لاحتضان منافسات النسخة 21 من بطولة القتال الشجاع بريف ما هي إلا مساهمة منا في تعزيز الجهود الرامية لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى الرياضي، والذي سيشكل فرصة حقيقية للدفع نحو مواصلة جهودنا في نشر ثقافة رياضة فنون القتال المختلطة ودعم الشباب الممارس لهذه الرياضة بالمنطقة والشرق الأوسط. مرحبا سموه بالمشاركة السعودية الأولى في هذه النسخة من البطولة والمتمثلة باللاعبين عبد الله القحطاني وأحمد مكي ومصطفى راشد، متمنيا سموه لهم التوفيق والنجاح في هذه المشاركة. وختم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة حديثه قائلا: إن هذه البطولة التي انطلقت من مملكة البحرين في سبتمبر 2016 بأهداف عالمية أصبحت اليوم علامة دولية مسجلة في سماء رياضة فنون القتال المختلطة للمحترفين، ونتطلع في هذه النسخة لتسجيل نجاح جديد يضاف لسلسلة النجاحات التي حققتها هذه البطولة والتي عززت من المكانة المتقدمة التي تحتلها البحرين على صعيد رياضة فنون القتال المختلطة.